أهلي وزمالك ولم يهزم ولا مباراة. تريزيجيه من اللعيبه اللي ما اتغلبتش ابدا من نادي الزمالك لغايه لما سافر، الحقيقه 6 مباريات قمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، كسب او لم يهزم في اي مباراه خلال الفتره اللي فاتت. تريزيجيه رجعت لنا مره تانية، اولا وحشنا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله نمسك الخشب يعني. الله، انت كمان وحشني جدا، ومبسوط ان انا بتكلم مع حضرتك جدا، وان شاء الله ربنا يوفق باذن النادي الاهلي بكره ان شاء الله ويفرحنا كلنا باذن الله. لسه بتفكر في المباريات الاهلي والزمالك ولا شاغل نفسك فقط بالدوري التركي؟ نعم؟ بقول لك لسه بتفكر في المباريات، يعني بتعيش اجواء مباريات الاهلي والزمالك ولا شاغل نفسك في الدوري التركي فقط؟ اه طبعا، انا قبل ما ابقى لعيب في النادي الاهلي انا مشجع النادي الاهلي، يعني مش كلاعب بس، فطبعا بتابع ماتشات النادي الاهلي على طول، واتمنى ان شاء الله الماتش باذن الله بكره يفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله، وماتش يكون باذن الله مشرف لمصر كلها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. تريزيجيه، اول مباراه ليك لعبتها في حياتك ضد نادي الزمالك، لو تقول لنا ذكرياتك مع هذه المباراه. لا والله كان شعور جميل طبعا، ان انا بلعب قدام نادي الزمالك، طبعا نادي كبير، والحمد لله قدرنا نكسب. كان اول ماتش ليا مع النادي الاهلي كان اول ماتش ليك في حياتك يعني ولا كان اول ماتش ضد الزمالك؟ اول ماتش رسمي ليا كان قدام نادي الزمالك في افريقيا، في بطوله افريقيا، وابو تريكه جاب الجون، كابتن تريكه هو اللي جاب الجون 1-0 في الكليه الحربيه. في الكليه الحربيه كان مين اللي بيلعب باك رايت تفتكر ولا لا؟ احمد فتحي، كابتن احمد فتحي كان باك رايت. مش انا يعني. لا ما لحقتكش يا كابتن، ما لحقتنيش انت لسه، انا اللي ما كانش ليا حظ. بتفكرك بايه بقى مباريات الاهلي والزمالك يا تريزيجيه؟ طبعا ذكريات جميله جدا، بتبقى ماتشات جميله وماتشات عايزه مسؤوليه كبيره، وان شاء الله اللعيبه ان شاء الله تكون قد المسؤوليه ان شاء الله، ويقدروا يفرحوا جمهور الاهلي كله ان شاء الله. بقول لك انت مزعل بركات بالمناسبه. ايه؟ مزعل بركات. لا والله ده مش مزعل، لا لا مزعله، لان هو خلي بالك اصل هو برده من اللعيبه اللي لعبوا مباريات اهلي وزمالك كتير جدا وما اتغلبش، فانت كده برده من اللعيبه اللي لعبوا اهلي وزمالك وما اتغلبوش. اه انا لعبت 6 ماتشات ما اتغلبش، بس كابتن بركات لعب كتير، لعب كتير عني، انا لعبت كتير قوي يعني. انت ايه 6 مباريات انا بقول؟ ها؟ انا 6 مباريات بس. طيب برضو عايزك تتخيل المباراة بكرة تريزيجيه شايفها ازاي؟ اللعيبة اولا اللعيبة اصدقاء جدا سواء لعيبة الاهلي او لعيبة الزمالك، ولكن في النهاية التنافس جوه الملعب بيبقى مختلف تماما. طبعا لعيبة الاهلي ولعيبة الزمالك اخوات في المنتخب وكلنا قريبين من بعض، بس طبعا بيبقى ماتش قوي جدا، بيبقى كله عايز ياخد الدوري، وبيبقى منافسة كبيرة جدا، بتبقى منافسة بين اللعيبة في الملعب. اكيد طبعا اي واحد في الملعب بيبقى ملوش صاحب في الملعب، بيبقى لازم عايز يكسب عشان يفرح جمهوره ويفرح نفسه، فطبعا تبقى مباريات خاصه، بس ان شاء الله بكره باذن الله النادي الاهلي ربنا يوفقهم ان شاء الله كده ويفرحونا ان شاء الله. بتقول ايه بقى يعني بكره ان شاء الله في مباراه الاهلي والزمالك، سعد سمير ورمضان صبحي نفس الجيل بتاعك، سعد سمير ورمضان صبحي، تقول لهم ايه في مثل هذه المباراه؟ هم طبعا مش محتاج ان انا اقول لهم، هم عارفين هم عايزين يعملوا الماتش، وانا كلمتهم كده كده اصلا امبارح والنهارده، وان شاء الله ربنا يوفقهم واللعيبه كلها مستعده. حاسس بايه تريزيجيه طيب؟ انا والله انا مأجل طيارتي عشان اتفرج على الماتش، والله انا مسافر. انت مش هتتفرج على الماتش؟ بقول لك اجلت طيارتي عشان اتفرج على الماتش. اجلت طيارتك عشان تتفرج على الماتش؟ والله. انت كنت رايح تركيا ولا جاي ولا مسافر في حته؟ رايح تركيا، فاجلت الطياره اتفرج على الماتش في المطار، وبعد كده اسافر على طول. يعني متخيل مين اللي هيقدر يكسب بكره؟ ان شاء الله ماتش الفريقين فايقين، وبس ان شاء الله الكف للنادي الاهلي ان شاء الله يكسب باذن الله ويتصدروا ان شاء الله، ما ينزلوش من المركز المعتاد بتاعهم ان شاء الله. في مباريات كانت من 6 مباريات اللي انت لعبتهم كانت قريبه من هذه المباراه او نفس الظروف؟ طبعا كان الرباعيه اللي هي الماتش اللي هو البطوله الرباعيه، اما كنا الاهلي والزمالك والسموحه وبتروجيت، كان ماتش برضو كده، كان برضو اللي يكسب خلاص هيقرب من الدوري. اللي احنا كسبنا فيه 1-0، كسبته فيه 1-0. مين اللي جاب الجون لو تفتكر؟ احمد توفيق جابه في نفسه، والاهلي اصبح بطلا للدوري في هذا الموسم، وبالتالي انت متشوق ان انت مستني مباراه بكره تبقى زي هذه المباراه. طبعا انا مشجع للنادي الاهلي ومستني طبعا
ان شاء الله الفرقه تفرحنا بكره باذن الله. ان شاء الله. تريزيجيه تركيا اخبارها ايه؟ احنا سامعين ان انت بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا، مستوى رائع دائما في التشكيل المثالي للدوري التركي الموسم اللي فات. كل اسبوع الحقيقه دايما لما بنتابع اخبارك بنشوف قد ايه انت متميز وبتعمل مباريات جميله جدا. بتفكر في ايه وطمن الناس عليك خلال الفتره اللي جايه؟ الحمد لله الواحد كابتن اسلام والله بيعمل اللي عليه، واهم حاجه المكان اللي هو فيه بس يبقى ناجح فيه ومع المنتخب ان شاء الله في خير قريب ان شاء الله. الواحد يعني باذن الله يعني خطوه احسن باذن الله. جوه تركيا ولا بره؟ والله لسه مش عارف، والله هو في جوه وفي بره، فانا لسه والله يعني كان في كلام عن ايطاليا وكان في كلام عن نادي كبير في تركيا. انت بالنسبه لك الموضوع عايز تاخد خطوه اوسع من قاسم باشا؟ والله انا ما زي ما قلت قبل كده انا مش هيفرق معايا اسم الدوري قوي اكتر ما هيفرق معايا ان انا لازم العب، فان شاء الله الفرقه هتبقى محتاجاني في الدوري ان شاء الله كتير، بس اهم حاجه بس اكون هلعب عشان بس افضل موجود ان شاء الله. ربنا يكرمك يا تريزيجيه، ودايما من نجاح لنجاح، ودايما متالق، ودايما ابن من ابناء النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا تريزيجيه، ان شاء الله بكره لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يفرح معاك بفوز مهم جدا. شكرا جزيلا للنجم الكبير محمود حسن تريزيجيه.